اهلا بكم في فيديو جديد هنعرض فيه اسعار الفراخ البيضة واسعار الفراخ البلدي واسعار البط والبط المسكوفي واسعار الرومي، يعني هنعرض اسعار الفراخ واسعار بعض انواع الطيور. فتابعوا معنا الفيديو علشان تستفاد وايه افضل اكل ممكن تاكله الطيور. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو ويخلي غيرك يستفيد وغيرك يعرف الاسعار. ولو في متابع جديد اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تابع الفيديو للنهايه تستفاد جدا. اهلا بكم في فيديو جديد مع الحاج ابراهيم واسعار الكتاكيت النهارده وانواعها. أيوة. اسم حضرتك انت؟ ابو مجد. ها؟ ابو مجد. عم ابو مجد الكتاكيت دي نوعها يا حاج ابو مجد؟ بيضة. ها لا نوع ولا هي اسمها كابو. أيوة. بكام دي؟ ب 15. الواحد بكام؟ ب 15. الواحد ب 15. ها؟ اه في انواع تاني؟ في. طب قول لنا على انواعها كده. كابو. ها. وعناني. ها. وابو نقطة سودا. وابو نقطة سودا. ويعني اللي انت عايزه. الله يبارك فيك. اتفضل يا ابو احمد. واي حد عايز. ها. اي طيور اجيبها لك. طيب البتاع وزنه كام ده؟ حاليا وزنه نص كيلو. نص كيلو؟ ايوه. يعني نص كيلو ب 10 يعتبر. بتاع ده ب 15 بتقول انت؟ 15 من 10. معلش غلطة تانية دي. طب لو حجمه كبير عن كده شوية؟ يعني ب 17 وب 18. ب 17 وب 18. طب الفراخ البلد اللي هي البلد بتاع البيوت دي ولا؟ بكرة اجيب لكم شوية. بكرة اجيب شوية. أيوة. طيب لو حجمه قد ده يعمل له كام؟ يعني لما بيقعد ب 14. طب ايه الفرق؟ الفراخ دي واخده تحصين ولا لازم تتحصن؟ طب إيه؟ البلدي والمبيض. طب افضل اكل يعني يخلي او يعني او او حجن او الكلام ده كله يخلي علف. علف بس. علف لا يعلى عليه. طب يعني ازاي بيخلوه يسمن يعني في 40 يوم تبقى فرخه مثلا علف صار 3 4 كيلو؟ علف صار. يعني معظم المزارع ما بيحطوش لا حجن ولا تحصين ولا حاجه، علف بس. لا المزارع بتدي تحصين. تحصين. تحصين اللي هو فيتامين. اللي هو بتاع الجمبوره. فاهم؟ الفرخ يفضل يلف يلف يلف. ويروح واضح في اللحظه. هم مدوه تحصين عشان كده. عشان الجمبوره دي. اشتريت بكام يا حاج ابراهيم؟ ب 15 جنيه كده. انت اشتريت منه طيب قبل كده الراجل المحترم ده؟ ايوه. يعني هو تقريبا بيبيع بسعر كويس يعني. ايوه. وما ينسمد الواحده بتبقى 2 كيلو 2 ونص. 2 كيلو 2 ونص 3 كيلو. بس على الصفحه. تقعد لمده قد ايه طيب؟ اما تقعد 40 يوم. 40 يوم وتبقى تتذبح يعني. ايوه. طب ده احسن ما تشتري فراخ يعني. احسن نشتريها. ده كيلو كيلو حاليا بكام الفراخ البيضاء؟ 43 جنيه. 43 جنيه الفراخ البيضاء. خرب بيوت. خرب بيوت. طب ما احنا نجيب شويه ونسمينهم. صح. تيجي هنا كده عشان حتى نطلع حصان. عشان نجيب شويه ونسمينه. يعني انت قصدك نقول للمشاهد بدل ما تشتري الكيلو ب 43 جنيه، طب ما ها كتكوت من 10 ل 15 جنيه. صح كده؟ من 10 ل 15 جنيه يقعد كام يوم؟ 40 يوم. 40 يوم وتاكل فراخ. وتاكل فراخ. طيب ياخد له يعني كتكوت ده على ما يكبر يا ابو مجدي. ده على ما يكبر ويتذبح ده. يكلف قد ايه فلوس مثلا؟ يكلفك 30 جنيه. 30 جنيه فلوس؟ على بسعره. على بسعره. بسعره. يعني 40 جنيه. 40 جنيه تاخد فرخه 3 كيلو. 2 كيلو ونص 3 كيلو. من 2 ونص 3 كيلو. وفي بيوصل زياده عن 3 صح كيلو. يعني هتاخد تعبك انت يعتبر مش عارف ايه الكلام ده كله، بس هتبقى حاجه نظيفه في البيت. وانت اللي ماكلها. بالظبط. لا حجن ولا حجن ولا دواء ولا دواء ولا حوجن ولا خميرة بيرة ولا أي حاجة. هم يحطوا له خميرة عشان يتنفخ الفراخ دي. طب بص أنا بص يا أبو مجد، أنت بصفتك أنت راجل تاجر وعارف الأسعار وعارف كل حاجة، أنا عايزك تقول لي أسعار البط والود مش عارف إيه والفراخ والكلام ده كله في عند التجار. تمام. يعني أنا أما أبيعه بكام؟ الفراخ البلدي ربع كيلو الواحد عامل 14 جنيه. الفراخ البلدي ربع كيلو الواحد عامل 14 جنيه. تمام. البط الفرنساوي. الجوز. عامل 30. البط الفرنساوي الجوز عامل 30 جنيه، وزنه كام طيب؟ وزنه يعني 400 جرام. تمام. البط المسكوفي عامل 60 جنيه. المسكوف عامل 60 جنيه، وزنه برضه نفس الوزن. قلت كام انت 400 جرام؟ قلت 400 جرام؟ ايوه. البط البيور عامل 45. البط بيور عامل الجوز عامل 45 صح؟ خلاص يا عم والله خلاص تلعب بالبيت مثلا ده عندها بس يا معلم. الرومي
الجوز عامل 250 جنيه. 250 جنيه وزنه كام ده؟ وزنه كيلو الا ربع. كيلو الا ربع. ده طبعا ياكل بيض عاد في بدايته وعلف. ما شكرا لك يا ابو مي. اي خدمه. ربنا يصلح لك الحال. تعيش يا ريس.